انطلقت فعالية مهرجان صيف البحرين بنسخته 14 بحضور معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار وعدد من سفراء الدول المشاركة وممثلين عن هيئة التراث بوزارة الثقافة السعودية. نعم، في كلمة معاليها أكدت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار أن مهرجان صيف البحرين يتمتع بمكانة مهمة ضمن باقة المواسم الثقافية المستدامة التي تقدمها الهيئة. أوضحت معاليها أن نجاح هذا المهرجان يعود إلى المساهمة الفاعلة والمهمة من العديد من الجهات من القطاعين العام والخاص والسفارات الصديقة، متوجهة بشكر خاص إلى هيئة التراث السعودية التابعة لوزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية التي تحضر طيلة فترة المهرجان وتقدم العديد من الأنشطة ضمن برنامجه الذي يستمر حتى نهاية شهر يوليو الجاري. انتقل برنامج افتتاح المهرجان إلى مركز الفنون حيث اطلع الحاضرون على ما يقدمه من ورش عمل وأنشطة مميزة بحضور العديد من رواد المهرجان من الأطفال والعائلات. هذا العام نعود إلى التجمع الذي اعتدناه، وبين الصالة الثقافية وبين مركز الفنون وبين أكثر من ورش العمل التي تعاونت جهات معينة للتعاون معنا السفارات، وشكر خاص لوزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية على مساهمتها في هذه الأنشطة معنا. نشكر كل الداعمين والمحبين ونشكر كل الجمهور الذي يقصد صيف البحرين ليستمتع بهذه الورش وليتعلم الأطفال، وأيضا للأمسيات الموسيقية التي نرتبها مثل كل عام. صيف البحرين ذهب للعين، تحت هذا الشعار انطلقت فعاليات مهرجان صيف البحرين في نسخته 14 على مدار 3 أسابيع، حيث يقدم من خلالها مخزونا ثقافيا متنوعا تقدمه البلدان المشاركة في المهرجان. طبعا المشاركات الخارجية من السفارات تضيف الكثير على للأطفال، من التبادل الثقافي، يعلمونهم بحرفهم والمنتجات اللي تختص بها البلدة اللي مشاركة معنا. وطبعا صيف البحرين عليه إقبال سنوي، الأطفال ناطرينه سنويا بشوق وبمحبة، مثل ما تشوفون اليوم الافتتاح الأطفال ناطرين بشوق وياينا ناطرين هاي المهرجان. أطفال البحرين على موعد مع برنامج مكثف من النشاط الثقافي يشمل سلسلة من ورش العمل وأنشطة متنوعة ما بين العروض والفعاليات الفنية والترفيهية المباشرة. المشاركة الأولى لوزارة الثقافة هيئة التراث السعودية في مهرجان صيف البحرين، من أهم أهداف هيئة التراث الترويج والتوعية بأهمية التراث الوطني. مشاركتنا بورش عمل للأطفال بالتوعية في مجال الحرف اليدوية ومجال التوعية بالأثار. مهرجان صيف البحرين مهرجان وايد مهم في البحرين، وكل سنة الأطفال ينتظرونه خاصة لما بيكون في فترة العطلة الصيفية، ووايد يستفيدون من كل البرامج والأنشطة اللي يقدمونها، يصقلون مواهبهم، وحتى الناس اللي تقدم هاي البرامج بعد تستفيد من أنها تلتقي مع الأطفال وتقدم خدماتها ومهاراتها اللي تقدر تقدمها حق الأطفال عشان يستفيدون منها. كل سنة مركز عيسى الثقافي يشارك في مهرجان صيف البحرين، وبالنسبة لنا شيء مهم أن احنا نشارك ونكون متواجدين، لأن مكتبة الأطفال مكتبة لها أهمية ومهمة بالنسبة تهتم بالأطفال. مشاركتنا هالسنة عبارة عن قراءة قصة يتبعها نشاط مرتبط بالقصة، محتوى ثقافي ترفيهي ثري يقدم لأطفال البحرين المعلومة والمعرفة بأسلوب متميز، فكل ما يتم تقديمه في المهرجان ينقل الحضور إلى عالم آخر. مهرجان صيف البحرين ينطلق بنشاط ثقافي متنوع يحمل بين طياته برامج ثقافية تعليمية مسلية تحاكي من خلالها رغبات الأطفال المختلفة، يقدمها جمع من المتخصصين لمختلف الأعمار، يتم طرحها بأسلوب خاص لتكون أيام الصيف أكثر متعة لأطفال البحرين. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.